السلام عليكم. بالعافية متابعينا الكرام. طبعاً هذا المشروع نصورناه قبل الصب وأكدنا على موضوع سليفات التكييف. طبعاً هذا المشروع تم الدكت ومع هالشيء إحنا المخططات ساعدتنا إنه نركب سليفات البايبات التكييف. شايفين؟ تقريباً كل البايبات الغاز راح تنزل من سليفات. شايفين هون؟ علماً إنه المشروع عبارة عن 4 طوابق، طابق بيسمنت قبو وثلاث طوابق علوية. راح نركب سليفات ممتدة من كل طابق إلى الطابق العلوي إلى السطح. ونحن ركبنا حاليا سليفات الطابق اللي هو البيسمنت وأيضا سليفات الطابق الأرضي. كل ما يطلعوا طابق احنا راح نطلع معاهم ونركب هاي السليفات. شايفين؟ أنا طبعا راح أشرح لكم كل هاي الأمور بالدورة بالكورس الأخير. اللي حاب يتعلم معنا ينتسب معانا للقناة. شايفين؟ هاي السليفات بهاي الطريقة. هاي الطريقة انت بتضمن انك تنزل بايب الغاز بشكل مستقل. واحنا ان شاء الله بعد يومين راح نركب بايبات الغاز لهذا المشروع وراح نصور لكم عملية تركيب بايبات الغاز. يعطيكم العافية.